في السيت اب الاساسي عندي بستخدم كارت جي تي اكس 1050 تي اي، وبصراحه بيقضي غرضه شويه في الالعاب، بس كنت محتاج كارت اداؤه احسن علشان الجيمنج او اي حاجه ثانيه، لحد ما اسوس بعتوا لي الار تي اكس 3050. كارت المفروض انه من الفئه الاقتصاديه بس الاسعار اصلا عاليه. المهم شاديني جدا حجمه جنب الكارت اللي عندي، وده هيبان اخر الفيديو لان فعلا فرق كبير. بس ده اول كارت من فئه ال50 يكون فيه الري تريسنج ودي ال اس اس، غير ان التبريد ممتاز وده بسبب الهيت سينك والمراوح. طبعا في ار جي بي وده بيساعد فريمات مفيش حاجه اسمها كده، بس هو شكله جامد. غير كده فيتشر موجودين في فيديو طويل، وده حجم الار تي اكس 3050 وده الجي تي اكس 1050 تي اي. ايه رايك في الفرق الحجم ده؟ المهم عملت فيديو طويل ريفيو للكارت، لو حابب تشوفه